مرحبا والسلام عليكم. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي. وهلأ متابعة سلسلة التسوق، وشفنا بالفيديو السابق كيف أنه بعد ما تسوقنا رحنا لعند الحلاق طريقنا لنقص شعرنا. طيب هلأ ممكن هلأ حلقة تانية أنا متابعة كيف وانت عند الحلاق، يعني ممكن بيصير معك شغلات عند الحلاق بدك تقول له كيف بدك يخصر لك شعرك، يطول يخصر، او مثلا يخصر لك شعراتك وما يعني بدك ما عجبتك كثير، يمكن تطلب منه انه شو يخفف الشعر كمان شوي، يقصر الشعر يعني ما تكون طويل كثير. فراح نشوف هنا شو كيف راح تكون المحادثة وكيف نكتبها. فاذا هون عند الحلاق جزء 2 at the barber shop بالانجليزي، فيك تحكي اذا بالانجليزي مثلا انه don't cut hair too short، don't cut hair too short please مثلا لو سمحت. فانا هاي هون طبعا لا تقصر الشعر كثيرا، يعني هذا هو المعنى. طيب هلا بدنا نشوف كيف نكتبها بالهندي وشو كيف بنقول. طيب راح تكون شغله بسيطه بعد ما نتعلمها وبعد ما شفنا الفيديوهات هاي متابعة. في كثير من الأحرف هنا شفناها في الفيديوهات السابقة، فهاي بالنسبة لكم أكيد صارت زي كأنها براكتس أو ممارسة. طيب هذا هو شو الحرف هون؟ ب. شو الحرف أول واحد؟ ب. شفناها أو إذن أول حرف هي ب. هاي حرف ب، شفنا كيف نكتبها. إذن هاي حرف الباء لو أحلى. طيب الحرف اللي وراه كمان شفناها كثير في دروس سابقة، هذا الحرف شو هنا عنا قديش استعملنا كثير هي وهو وهو، كويس استعملناها كثير هاي وناهي وهيك شغلات بالفيديوهات السابقة. فإذا هذا حرف شو عندك؟ ها. شو هذا الحرف؟ ها، بس لانه عليها زي ضمه، لو ما عليهاش هاي الضمه هاي بالهندي في عندك ضمه كمان، في عندك شو بالهندي؟ في عندك على الحرف بحطوا ضمه بس بحطوا تحت الحرف، وحسب اتجاه الضمه بتكون لا او لا او شو. فاذا هنا لانه اتجاه الضمه جاي زي لناحية الشمال فهاي هو، شو هاي صارت بهو ب وهو، لو كانت بالعكس كان بصير ممدودة هو، كويس. فإذا هنا صارت عندنا ب هو، وهنا الحرف شفناه بالفيديو حكينا عنه بالفيديو السابق هنا حرف التاء بدون ما يشد على التاء، فإذا صارت كلها مع بعض شو بهوت بهوت، يعني كثير. معنا بالعربي كثيرا بهت، استعملوها كثير هاي كلمة بهت عن شغلات كثير، مثلا كيف حالك مليح بتقول له بهت اتشاهي، يعني منيح كثير. شو بهت بيستعملوها، او بهت تيجي مثلا جيد جدا مثلا، كويس. فاذا هاي كلمة بهت بيستعملوها كثير، فاذا هاي الكلمة صارت بهت هون تقول له شو بهوت تشوتا كمان، يعني انا الحرف اول واحد تشو تشو اول حرف، يمكن جديد هذا الحرف، هلا بنشوف كيف نكتبه. تشوتا تشوتا معناها قصير. شو معناها تشوتا؟ تشوتا معناها قصير، يعني فيك تستعملها للشعر، فيك تستعملها رح تستأجر مثلا، شفت اوضه صغيره يمكن بتقول له تشوتا هاي، يعني شو هاي الأوضة صغيرة بدك أكبر، بالا شيء يعني بالا يعني هي الأكبر، كويس. فإذا هنا بالنسبة لحرفة شو هذا بقولوا له تشا تشو، زي كيف تش، مش بس تش زي مشدودة هيك
شو مش زي حرف الشه على الحل. اتش شو اتش تش تش. فاذا هون حرف شو تش، شفت كيف بنكتبها؟ فاذا زي كانها كيف حرف العه بالعربي، شفت كيف حرف العه بمشوا فيها كويس، ببلشوا فيها زي كانها حرف العه، بس بلفوها بكملوا اللفه بيعملوا لها زي دويره، شو صارت كلها مع بعض مع خط صغير، شو صارت؟ هاي هي حرف تش. شو هاي حرف تش كويس. بس احنا شو بدنا؟ تشوتا. شو تشو؟ او مش او. لو كانت او شو حكينا قبل شوي؟ كان بحطوا ضمه باتجاه اليمين كويس. شو الفرق؟ بس هي مش تشو، تشو فعلا. هون بحطوا لها خط زي كانك ا، هي صارت تشا، صارت بدنا تشو. فالاو هي شو؟ زي ما قلنا زي المهرجة اللي حطت على راسه ريشة. فتشو ماشي الحال. هو لما يكتبوا هو حرف الها او، شو بتقول؟ بس كنت تحكي مع واحد بتقول له صاحبك، شو بتقول له؟ مثلا طم هو. شو طم هو؟ يعني مع صاحبك هيك بتقول له طم هو، عرفت كيف؟ هو. فإذا بكون نفس الوزن. فإذا هاي مع بعض صارت تشو. تشو يعني مش تشو زي بالعربي على وزن شو كيف بالإنجليزي. شو بس بتحط لها ت بالأول. تشو شو كويس. تشو مع بعض طا. هاي شفناها مع بعض. ارجع للجزء الاول بتشوف كيف كاتايجا، شفناها انه في حرف ط، هذا زي حرف الط اللي شادين عليها ط، والى ا زي ما شفنا بكل الدروس كويس. وهي حطينا لها ا فصارت طا، يعني زي الطا مشدودة، فصارت مع بعض تشطة. شو كل ما مع بعض تشطة تشطة قصير، يعني تشطة زي ما قلنا معناها قصير أو صغير قصير. صارت كلها مع بعض لحد هون بحط تشطة. شو صارت؟ بحط شطة. لو انا وصلت وقفت لهون، لو وقفت بس لهون بعد شطة كان شو بقصر لك شعرك على الاخر شو. فاذا هون بتعمل فرق، بدك تكمل شو اللي بدك تقول النا، بحط شطة نا. نا يعني زي نا لا ناهية. شو بحط شطة نا؟ نا نو يعني زي بالانجليزي. فاذا هذا حرف شو؟ نا نا ولا الناهية يعني. تنهى لا بتساوي هيك عكس. طيب فاذا صارت بحط تشوتا نا كاتيجا. شو زي ما شفنا بالفيديو السابق هاي كات، عشان هيك راح نكون اسرع. فهاي كات كحو ا، هاي كا و ا، هاي كا كات. وقلنا حرف الطا، حرف الطاء زي هاي اللي هون زي ما بنشوف نفس الشيء. كاتي هاي كات، بس لو كاتي كاتي هيك بكتبها كاتي كاتي كاتي، يعني كاتي قص. شو قص؟ وعشان الاحترام والفعل بتقول له شو بده يساوي بالمستقبل، يعني اسا هلا دو ييكا. فاذا هون حرف الياء الي، شو صارت هاي يي؟ واكيد كمان هاي بنعرفها القا. هاي شو هاي؟ هذا الحرف هنا القا. شو الحرف؟ قا. خلينا نكتبها هون ها
يعني صح لها خطين، بس هاي الخطين من ضمن الحرف، خط قصير وخط أطول. فإذا مرات بحطوا لها دويرة صغيرة عشان تبين إنه هاي شو، إنه نفس الحرف. هذا حرف الجا مش الجا، زي جا شو، زي بالإنجليزي go going. عارف كيف؟ كتاي جا، ولأنه في ألف هنا كتاي جا، فصارت شو جا. فكلها مع بعض هلا صارت شو، نرجع للجملة كلياتها صارت بهت شوتا نه كتايجا. عم تحكي مع مع شو اسمه العلاق، وبدك تقول له انه ما قصر لك اياها زيادة، بهت شوتا نه كتايجا. بس طبعا زي ما قلنا هاي النه اذا بدك ما يقصرنش، بس اذا بدك يقصر بقول بهت شوتا كتايجا، تلغي النه. واكيد بدنا نقول لكم هلا نعيما سلف، اكيد تكون عجبتكم الدرس، وشكرا على المتابعه ورجاء الاشتراك، ونراكم في الفيديو المقبل، والسلام.